يقول بأن الوصية على قسمين أو على نوع ضربين، وصية واجبة وصية مسنونة. الوصية الواجبة وهي كتابة الوصية في الأمور التي اشتغلت بها ذمة المسلم، مثل ماذا؟ الديون، العواري، الودائع، هذه وصية واجبة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث ابن عمر عند مسلم، قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. حمل العلماء هذا الحديث على الوصية الواجبة التي هي الحقوق التي اشتغلت بها الذمم، ذمة الإنسان، عليه دين، عنده وديعة، عنده عواري، عنده شيء، أشياء ليست، يجب عليه أن يكتب الوصية، يجب عليه. ولذلك لما يموت الإنسان أول شيء ماذا ينفذ؟ وصايا، الوصايا تفتش، الوصايا وتنفذ. حتى قالوا قبل التجهيز، حقوق البشر مبنية على المطالبة والمخاصمة، مطالبة والمخاصمة. أما إذا كان ليس من الأشياء، يعني ليس من قبيل ما اشتغلت به الذمة، فيكون على السنية والاستحباب، بشرط أن يكون يعني الوصية على خير.